السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفاة شاب بعد تناوله لتر ونص من المشروبات الغازية خلال 10 دقائق. توفي شاب في الصين يبلغ 22 عام بعد تناوله لتر ونص من مشروب الكوكاكولا خلال 10 دقائق. وذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن الفشل الذريع حدث بعد أن قام المريض البالغ من العمر 22 عام بشرب زجاجة كوكاكولا ساعة 1.5 لتر بسرعة، وذلك بعد أن شعر بالعطش خلال الطقس الحار، وبعد 6 ساعات بدأ يعاني من تورم في المعدة وألم شديد، مما دفعه إلى الذهاب إلى المستشفى في بكين ليفارق الحياة بعدها ب18 ساعة. وكشفت الاختبارات أن المريض لا يعاني من أي مشاكل صحية مزمنة، لكنه كان يعاني من ارتفاع معدل ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم وسرعة التنفس. أجرى الأطباء أيضا فحص بالأشعة المقطعية، والذي كشف عن وجود مستويات شاذة في جدار الأمعاء وفي الوريد البابي الذي يمد الكبد بالدم. وبحسب ما ورد تسبب هذا بدوره في إصابته بنقص تروية الكبد المعروف باسم صدمة الكبد، والذي ينتج عن نقص الأكسجين في العضو وفقا للتقرير. وبحسب تقرير المستشفى فإن شرب كمية كبيرة من المشروبات الغازية في وقت قصير يسبب تجمع الغازات بالأمعاء، والتي تسبب الضغط على الوريد البابي وهو أحد الأوعية الدموية الرئيسية في الكبد، وده بيؤدي إلى تليف في الكبد والوفاة مباشرة. وذكرت صحيفة ديلي ميل أنهم قاموا أيضا بإعطاء الأدوية للمساعدة في حماية الكبد وأجزاء أخرى من جسمه من مزيد من التليف، لكن على الرغم من جهود الأطباء استمرت حالة الرجل في التدهور حتى وفاته بعد 18 ساعة من العلاج. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.